السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حين اللو ذاك يا دعذ حنون بدن وصامين له وحاج يريودي عبد اللطيف مفتي ميكس وويلير أردن يراء أنا صاحب الله جعلا كده يدي مفتي مانك كسر دواد كوس قيم قلاو. ما أنت برنامج كانوا حين كوا هيا لبق قضب ولا بضب عجائب تو ذبوت كان كواد جريدة ويل كير كيا عبد اللطيف ميكي وويل ري نيجيريا ويل كان وحو آد اسكوكو دايي إن او رنتي كو دايدو او او راعو نين رنتي داعي او دينتا ايو دادك مسلمين تا ميلوين او جيرو قضب كاللابات برنامش كو حان اسكولا ايو دونا نين مقع عسا ابراهام راموس ليرادو او ياب بادن او لو تاو باري مسلمين تينو دينتا كسار او او غاليسي اي اساق محا هلي انسي مركو را توس او غالنو قصادا مفتي مياكس ويل كان و ويل ير او دانيارا ري نيجيريا اساغو شاني توان ميلها لحي توان مريو ايو اد او جعلايستي هابك او محاضرايو او كلمات او جيديو مفتي مانك مفتي مانك مركا واز ري زمبابو اساغا جامعة مدينو كسو بحي وزمبابوان ان دانيارا دا اد او جعل مركا انجليش وكوها لا عربي انجلش لا بدو كوها لكن محاضرات كيزي كلمات كيسا و انجلش لانجويج مركا اد با لوغو خريان تويتر كيسي بريس بولشدي مفتي مانك ويل كان يركا مركا ايا اد وحا او كم من نقدي ددكا كو خيران مفتي مانك مفتي مانك ويل كان ولي بو خ كلمه كان عود كيس حتا و كان سدو محاضره سدو كلمه او جيدي سدو لبس كيسي و خيسيو دن وانا ماش النبي كله عليه الصلاه والسلام الرجل على دين خليله نينك وحو يشا صاحب كيس ايو كدي النقضة معناها كدق النقضة اساقو راعا ما يشكاسو صوبناه ليا فلينظر احدكم بما يقال متكينا اسكفير يخوفكو لصاحب ايو مفتي مانك نينك ما ويلك يركا مركو كهلي سيدو او كاني هاب كيس ايو جعايلك ويلك يرا او قبا ايو سيدو او جعلايستي مفتي مانك ويلك ورادي نيجيري او قتك ابو جو او قتك مركي اغورس اي كل ميان بلايك واحد احمر هي like I say you are 17 when you are 34 see where you would be if Allah wills and keep going and the reason why I asked to meet you today as I just landed in Abuja not maybe an hour ago was just to ensure that you were encouraged in the right direction don't feel discouraged yes I know what I know about you I have read about you I'm sure it is a big day for both of us to be meeting because tomorrow you will probably zoom past anything I have ever achieved which is a good thing the world is going to grow today there is TikTok tomorrow there will be TokTik you know it will keep growing may Allah make it easy wa wuxu aha kaas mufti mank mufti ismaeil mank balirada midka weyn kan yarna waa mufti een maartay miyaki war reer niger iyo reer zimbabwe kaliin laakin diin ilaahay bay ku walaalobeen wax kale isku ma jeclaan daacwadaas isku jeclaadeen aad buruntii dhor jaray u kulmeen wiilkan marka xilliga ay kulmayaan waxay ahayd 2022 da'diisa wiilkan waxay ahayd een 17 jir هذا اللي يابلو ليه هو يسقوا الله اللي يويل كيركا مفتي منك وليه هاي ما أنت واحد جرتاب وليه هاي تضربي توان بل واحد صورته مركا أتجارتو صدنا النار سيد حال ده ذو إنه قنيس الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته here we finally meet with the sheikh ما شاء الله السلام ورحمة الله وبركاته how are you I'm doing well, alhamdulillah. So lovely to meet you and see you for the first time, mashallah. I have heard and I have watched and now we meet, mashallah. Barakallah fi. Alhamdulillah. Nice to meet you too. Mashallah. May Allah grant you goodness and I pray that the people can benefit, mashallah, from this young man, mashallah. Ameen. Jazakallah khair. Barakallah fi. Assalam. Why? And we'll can marka Allah unna haristo waha udintay kowdi bishan hadda anu kujurno. Lakin intu saddi man kohar ayu dardaran katagi. dardaaran badan buu ka tagay wax badan buu adduunka uga tagay safar badan buu galay wadamo badan buu moqday aad baa loogu xirmay waa wiil dhalinyara oo alxamdulillaah wali wiilkan wuxuu ajeeb ku yahay magaaladiisa aad baa looga jeclaa asaga imaamka ahaa asaga aad loo dawo fadhiyay runtii wax badan laga faa'iideysanay
أسجل الدين توجعل هذا الدلالة إنه الإسلام كي دين تي برضه بل إسوع يرو القرآن كدمي أو إمام مساجد بوها وأن مرك معناه ذو حيتني كان هو أهل القرآن أيها إله سبحانه وتعالى عرورته هاي النوع قد يقول تضبي تمنجر لكن نصيب ضرو دقي ومفتي من كلا جعل يكوين وحقول هذا ما أنت أذو تضبي تمنجر سيدا أنا دين تي دعوة وجعشها هذا تكون كرتو صدني دور مركا جارتو صدني أفر ميلا مركا جارتو intaad mustawaagu joogaya ama halkeed fadhin doonta maqaamkaaga intuu noqon doona laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga og qofka meeshu gaaray muusan gaarin waxa ay noqotay koow ilaatiga duu aad 17 labaatan markuu si galay waa u dhintay wiilkaas ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariisto aan bal waxaad ila dhageystaa hadal kamida bila intuu san geeriyon koor kalmado uu jeediyay ila dhageysto Death. Why? Kullu nafsin dha'ikatul maut. Every soul shall taste death. Whatever, for as long as you came, you must go. Who came and didn't go? Who came and didn't go? Death. Warjane na digesteen, markan hukasha kene gerida. Hulaya hay, kullu nafsin dha'ikatul maut. Naf walba gerida daminisa. Naf walba. Naf walba. Ama bukurtu ya haatu. أما مدحوينها النقطة أما وزيرها النقطة أما رئيس وزارها النقطة قفكو دونها النقطة حلية هاي مفتي ميانكس قفو البقواد ودبيني ويل كان لمشادي سا تد بضان أو مسلمين ودون كون ولا ولما دالي رب بضان أو كحرنا أيو آد أسامي إلهي سبحانه وتعالى هاو نحرس لكن هل درسيو مهمة أيو نكبرنين ويل كان داد كبرها بلشادو كجرو كو وحا آد ضوبطا لمشادي كدب داد كويدي جي سنين. ولي بقف كآت كله دعوة أما دت كله وحرين هاي هبلود أنت مارك الله مقالة هذه دت كهذه يعني ده عبد إنسان كوحقيب كأن مقالة هذه وحي أدوبة يس هذا دت سكدر جرتي هذا دونا كشقين جرت هذا عايتم جرتي هذا دت أفلاجدين جرتي هذا إحسان يخلاء إحسان يو وراج دعوة كشقين جرتي أما قرآن أدخل جرتينا دت كدوبة ولا جي سنة يعني هذه كوحي أت كتكتي أما أجر كود الله ده حسنات كودي أم سيئات كودي أكسو قاري وناك يشر يخير ويحي آه دي مرسطي أمبا أذيك كود دنبيني سادرتيد إلهي سبحانه وتعالى ويل كاير هون حارس مفتي ماان كبرتي سا تويتر كأيو قسو تعسيي آد بإيسا ميسي بويري لابا مالين كور سدح مال لابا مالين كور كودي بشمر كود انتي مالينتي وحيري ساكي وحي سو قارت قاري دا مفتي مارتي مياكي و عمي عيسو عبد اللطيف إلهي سبحانه وتعالى هون حارستو قبري يس الله هو سعيو يران بو كو جيريو دي لكن دب انتو إساقا نولا أفر سدح جار أو كمي دا نولا أيانا سمينين وانا ماشي اللي قول لي هاي دادكو حا أقول نصيب بدن قفك عمر جيس الإرادة عمل كيس هاي دادكو حا أقول شر بدن قفك عمر جيس تو الإرادة عمل كيس أنا وحمادو قيبتا مركا هالكا أقول قدمنو مفتي مياكس إلهي سبحانه وتعالى هون حارستو داعيقا يركا waxaa noo soo socoto qisayaabkeeda leh nin u soo shaqatay ama loo tababaray inuu dadka diinta ka saaro muslimiinta inuu diinta ka saaro waa reer filibiin waa ninkan magaciisu waxa la abraham ramos balla shaqo kale loo ma dirin dadka muslimiinta inuu diinta ka saara loo tababaray laakiin maxaa asaga helay wax kale loo ma tababarin koofurta filibiin uu ku noolaa bal waxa qabsaday ayaan isla eegi doonaa marka horese barashada quraanka sakana gali saaxiibadaan la wada barashada quraanka kariimka akhriinta iyo qorista igada luqada carabiga iyo qaybaha shariicada islaamka sida tafsiirka aqeedada islaamka ahadiisa nabiga ee waliba fiqiga waxaana duruustu ay kugu soo gaareysaa aaladaha telegramka skype-ka waliba whatsapp-ka waxaan ardayda daafaa dunida joogta loo soo diraya shahaadooyinkooda marka ay ka dhameystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan hadaba diyaata weel naxariis badan oo ubadkiisa la rabo inuu ku barbaariyo barashada quraanka kariimka wixii faafayna waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda warjeena inaad ka faa'iideysteen saaxiibadin la wadaagi doontaan aan toos idinku galo abraham ramos asa dhooga sheekeyn doono muqaal ahaan ninkan wuxuu leeyahay waxaan ku noolahaa koonfurta filibiin kristaan baan ahaa filibiin kristaan u badan yihiin muslimiintooda aad u yar yihiin inkastoo hadda ay ku fidayso diin islaamka ay ku fidayso oo meelaha aadka u gaarayso ay ka mid tahay laakiin abraham wuxuu leeyahay magaciis magacayga abraham baa la oran jiray ramos baa la oran jiray
waxaan ku xirnaa buu leeyahay kaniisad ninka ministerka ee ah ama hoggaamiyaha kaniisadeena ayay kaniisaday ku xirayeen sida annaga meesha aad masaajidka aad ku dukanaysa maaha jamaaca masaajidka ma hadla iyaga laakiin sheekh lagu xirto balaayo saas sida dowlad camal ay u dhisan yihiin almuhim wuxuu yidhi aniga iyo koox kale waxaan naloo tababaray inaan diinta islaamka dadka aan ka saarno special trainers tababar gaar ah tababarkaasa asaga ilaahay wuxuu u geliyay khayr inuu isaga ku muslimo isaga ku badbaado wuxuu yidhi marka tababarkiisii wuxuu keenay buu dhahay inaan baxo nin ay najiib la yiraahdo najiib fernandes lasna soo muslime ayaa oo muslima ayay ishelen ninkii u tegey dood dhex martay ayaa waxa uu noqday inuu dib intuu ministerigiisa uu noqdo isaga soo muslima balaan isla dhegaysano isaga iyo waxa dhex maray najiib my name is Abraham Romas now I'm a Muslim Ibrahim they called me Ibrahim Romas before I was a Seventh Day Adventist evangelist I was trained extensively only to convert the Muslims in southern Philippines and with this in mind I met one of my friends his name Najib Fernandez he asked me do you know Jesus Christ I said yes He said, please tell me who was Jesus Christ. Tell me his original name because Jesus sound like American. Jesus Cristo sound like Spanish. Do you know the birthplace of Jesus Christ? I said, of course, he was born there in Bethlehem, in Jerusalem, in Israel. And then he asked me, where is Israel? I don't know. He said, in Israel, in Palestine. Okay, what was the name of Jesus Christ there in Palestine? Not Jesus. way waa rajeynayaa dhegeysteen sida aad maqlaysaan tababarkaas gaarka waxaa loo siiyey inuu muslimiinta maaragtay kristaanka dhinacaas u wado islaamkana ka saaro laakiin markay isla hadleen najiib fernandes su-aalo basica ama aada u fududa la weydiiyey oo ah jesus waa magac ingliisha magac carabi maahan magac judaism maahan luqad kale maahan muxuu yahay baa leh magacan magaca asalkiis muxuu yahay وقرأوا كجوابه إلين عيسى ويا مسايا هاي أم عيسى إنو له وقرأوا ويا عليه الصلاة والسلام سؤالي كالو لو يدي وحكم دها نبي عيسى انتو كل شيء إسرائيل بوداهي إسرائيل انتو كتا لا باليري هاي جغرافي أهان سؤالي بانيك آد أوريري سؤال النورمال وبيزيق لو يدي wuxuu yidhi okay waan baxayaa waxaan kula noqonayaa ministerkayga ama ninkii hogaamiyihii kaniisadda ninkii buu ku noqday su-aalihii jawaabo sax u siin waayey wuu uga jawaabi waayey kadib najiib buu kusoo noqday qisadu way dheer tahay qayb yar baan idinkaga soo qaaday najiiba wuxuu usha way doodayaan doodiyaa loo sharxayaa waxaa leeyay war dhegaysaniyo waxaana loo ordaystaa iskadays bibalka saanaa ku qoran qur-aanka saanaa ku qoran ilaahay saanu dejiyey rabbi keligiisa la caabudaa in la caabudo maaragtay dhagax iyo asnaam iyo maaragtay inta wax meel la saaro ama maaragtay in la dhaho ilaahay baa wiil dhalay waxaasoo dhan diin maaha adduunka diintay jirtana waa islaamka ina diina cinda allahi alislaam si kastaba ha noqotay ninkii sidii tawxiid ku qaatay shahaadadii ku qaatay laakiin arrinta yaab kale maxay tahay marka isla asagii ayaa south philippine wuxuu ku leeyahay masaajid weyn dadkana ku muslimiin isaga hadda waa ninkii shalay loo tababaray magaciisa abraham ahaan wuxuu ku bedelay ibrahim ramos isaga hadda masaajid weyn u haystaa qof filibiin tagu soo booqan karaa gaaraan koonfurta filibiin masaajid caana aada loogu xirto oo muslimiintu ay tagaan ayuu leeyahy dacwadu ka qayb qaataa isaga wuxuu u safraa inuu dadka islaamka ugu yeero tababarkii loo siiyey inuu diintan islaamka ku dadka kaga saaro oo kaga fasaadiyo ayuu hadda dadka kristaanka ugu yeeraa islaamka inay soo galaan barnaamijkan oo aad kala socoteen kow somali media qayd maanta ayaa kusoo gabagabeynanaa intaana ku leen mid lamida waxaan idinkaga tegay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu